يا نهار ابوها واخوها واللي جابوها اسود من القرن الخروب دي ماتت خلاص الفتحة على روحها. انا مش قادره اصدق انها راحت عند سعيد سيستم. دي بقى لها كام يوم قاعده هناك اكله شاربه نايمه في بيته. اظن بقى مش محتاجه باين اكتر من كده. انا كل اللي صعب عليا ان اخويا بقى قاعد كده وكل ده بيجري من ورا قفاه. كتر خيرك يا ابله، جميلك على دماغي من فوق، بس ليا عندك طلب اخير. امرني يا اخوي. تدليني على مكان بيته فين وانا هعرف شغلي معاه ومعاها. بس كده بسيطه، يلا بينا دلوقتي. بالهداوه يا يا حمتي يا ولاد، الراجل هيروح مني في شربة مية. استرها يا رب. حق سلطان التالت. تشكري يا قبلة، نتعب لك نهار فرحك. استنى، انت رايح فين؟ في ايه تهدي؟ انا حاسبقك عشان ما حدش يقول ان انا اللي جبتك. ها، وانت ساكنه في نفس العماره؟ تحتيهم على طول. ماشي، خلي بالك. ها، ممكن اسال البرنسيسه كانت فين ولا دي حاجات خصوصي انا ماليش فيها؟ ما قلت لك يا قمر كنت بقضي شويه حاجات من السوق. ما انت جايه راجعه اهو فاضيه وايد ورا وايد قدام. ايه هي الحاجه اتسرقت منك في السكه؟ هتشوفي يا قمر، هتشوفي وهتسمعي كمان. اسمع ايه يا بنت انتي؟ انتي بتكلميني بالالغاز. اطلعي يا بنت. مين اللي بيجعر بره ده؟ يا بنت اطلعي، انا عارف انك فوق. يلا خليها تولع. اطلعي يا نوجة. عملتيها يا قمر. وديني وديني ماني ماشي غير ورجلي على رجلك. اختي وعي اختي عندكم فوق، مش ماشي غير لما اشوفها واخدها معايا. يا عالم يا اللي عاملين نفسكم اكابر وانتوا عالم واطيه ودون. يا نوجة اطلعي يا بنت، يا بنت اطلعي، انا عارف انك فوق. يا نوجة وديني وديني ماني ماشي غير ورجلي على رجلك. يا عالم اطلعي اطلعي يا بنت. يا عالم يا اللي ما عندكوش ذمه ولا اخلاق ولا ضمير. هو في ايه؟ اطلعي يا بنت. يا نوجة يا بنت اطلعي، عارف انك فوق. اختي عندكم فوق، مش ماشي غير لما اشوفها واخدها معايا. يا عالم يا اللي عاملين نفسكم اكابر وانتوا عالم واطيه ودون. يا نوجة انزلي يا بنت. يا نوجة يا نوجة. ده على مين اخينا؟ اختي مخطوفه فوق. انت مالك انت؟ انت مالك؟ طب ما تبلغ البوليس وهم يجيبوها لي. العالم اللي فوق دول حاطين الحكومه في جيوبهم، ما يجوش الا بالدراع والبلطجه. يا نوجة انزلي يا بنت. اسمع كلام اخوك يا بنت، انت ما تحك عليكي، ما تعميش على عمهم. انزلي يا نوجة يا نوجة، انزلي انزلي يا نوجة. يا خرب بيت دي حكايه. يا نهار اسود ومنين بست منين؟ يا نهار اسود انت خلاص ضحكت. اكيد عزام راح قال له لما عرف ان انا اخته. يا نوجة يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، يجرالك حاجه. هيجرالي ايه اكتر من اللي جرى؟ بقول لك خلاص ضحكت، الكم مش هيخلي في اي حته سليمه. قالي لي ما خلص عليا. يا بنت اسكتي،
خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه في المصيبه دي. هنعمل ايه في الفضيحه؟ الفضيحه مفيش حاجه تتعمل فيها. طب اعمل ايه؟ اروح منك فين يا كم؟ اروح منك فين؟ انا هكلم سعيد يشوف له صرفه معاك. جود ثانك يو. قول لهم بقى اذا كانوا هم عمالين ترتيبهم ومستعدين احنا كمان مستعدين. حق السلطان سي تل مستر ديفيد تليفون موبايل مستر ديفيد وين يو ار ريدي وي ار. حق السلطان ريدي كويس جود. اكسكيوز مي ماي ماذر ماي ماذر. ايوه حقه. الو يا سعيد تعال يا ابني على البيت بسرعه. اطلع يا بنت في مصيبه. ايه بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. يا دوجا يا بنت اطلعني عارف انك فوق. ما تاخذنيش يا حالي بس انا لازم اروح البيت. لا 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 في حاجه مهمه. لا لا حاجه بسيطه معلش ما تاخذنيش. انا ما عايزكش ايه وهسيبني لوحدي مع الناس دي. هو الموضوع خلص يا حاج معلش يلا سلام عليكم. طيب بروبلم؟ نو 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 بروبلم. شفت اللي بيقدر عند بيت السيستم ايه حقيقه ولا ايه؟ اتكلم ولا حق اللي بيحصل ما تحكيش لازم تشوفوه بعينيكم. هو اللي بيحصل هو ده. هو ده يا جدعان. هو ده يا جدعان. اللي بيحصل ايوه واللي بيحصل ما تحكيش لازم تشوفوه بعينيكم. يو كان ترين يا نوجة ما تنزليش اما نشوف سعيد هيعمل معاه ايه. يا بنت استني يا نوجة نوجة. الحمد لله يا رب. الفضايح دي اللي احنا فيها يا ناس يا اللي الشيطان ركبكم حرام عليكم. يا نوجة انزلي يا بنت. هتنزلي ولا اطلع لك؟ ما انا مش همشي من غيرك ان شاء الله يجيبوا لي المحافظ. ده شرفي شرفي اللي بيتبعتر على الارض يا ناس. عرض اللي بيتداس بالكذب يا ناس حرام عليكم. العدل يا ظلمه. ايه يا كان مالك عامل دوشه في الحته؟ وليك عين يا سعيد واقف قدامي كده ولكنك عملت حاجه. لم لسانك يا كان بدل ما اطحهولك. يا راجل عيب على شنبك. ده انت خاطف اختي الصغيره عندك فوق. تنكر اختك ما اتخطفتش يا كان. عيب الكلام ده. اختك ضيفه في بيتي ضيفه معززه مكرمه. شاهدين يا ناس شايفين وسامعين بيعترف انها عنده فوق. شرف يا جدعان شرف ضاع يا جدعان. محدش نستك على طرف ولا ضيع لك شرف يا كان. امال اللي بيحصل ده تسميه ايه السيستم يا بتاع السيستم؟ دي اختك اجت هربانه يا كان هربانه لما كنت ناوي تجوزها للصبي بتاعك غصب عنها. وانت مالك انت اجوزها ولا اولع فيها بجاز؟ تبقى لك ايه؟ انا عايز افهم. رد عليا يا كبير يا اللي عامل لي فيها زعيم السوق. بنتي لا اختك ولا مراتك ولا من اهل بيتك. تاخدها عندك البيت فوق بصفه ايه؟ رد عليا. لو انت ليك اخت يا سعيد سيستم لو ليك اخت وانا خدتها عندي في البيت هتعدي الموضوع بالسهل ولا ايه؟ اللي ساعتها هيرضيك مني. كفايه يا كان كفايه يا جدع. الناس دي ما غلطتش انا اللي غلطت. وليك عين يا فجره. السكه اللي حطيت ايدك عليها. وانت مالك؟ اختي وبربيها. اشهدوا يا ناس تقرب لك ايه؟ انت عامل لي فتوى قدام الخلق؟ تقول لي تقرب لك ايه وانا ابقى بحقوق لك؟ انا هتجوزها يا كان. هتجوز نوجة اختك على سنه الله ورسوله. واديني بقولها قدام الناس دي كلها عشان يكون كده عداني العيب. انت هتتجوزها؟ او الليلة دي
هجيلك واطلب ايدها منك رسمي، ومعايا الحاج سلطان كبير السوق. عاوز ايه تاني؟ عشان خايف منه؟ لا، وانا متجوزه بجد. انت انا مش عارفه اقول لك ايه. بس يعني ايه مش عارفه؟ يعني ايه؟ ريتك ما عملتي كده يا قطف، يا ريتك ما عملتي كده يا قطف، يا ريتك ما عملتي كده يا قطف، يا ريتك ما عملتي كده. قطف افتحي يا بنتي، افتحي يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده، حرام عليك. ليه كده بس يا بنتي؟ أما شفت اللي حصل؟ سعيد هيتجوز أخت الكن. افتحي يا أم. دي لو ربنا هيتهم منك، ربنا هيتهم منك. يعني اخت القرن كانت عندهم في البيت كل ده؟ شفت ازاي؟ يا نهار اسود، ده سعيد ده طلع لي عنده دين ولا اخلاق؟ هو ده السيستم بقى. راجل وقت صوتك، حيلك حيلك، ده هيتجوزها بعد ايه؟ وش ضمانك انه هيتجوزها؟ هو قال كده قدام الناس كلها. طب وحياه دقني دي ما هيعمل حاجه مني؟ وبكره تشيلهم ابو كرش قال. يا راجل وقت صوتك، سعيد ملوش في الكلام ده. طب بس هص اسطوبيه هناك اهو. السلام عليكم يا رجاله. السلام عليكم. ازيك يا عم الدكتور؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم يا رجاله. تشكروا يا حبيبي، الله يبارك فيكم، تشكروا. عبالي عندكم يا رجاله. تشكر تشكر يا سيدي. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. ايه الحكايه يا سعيد؟ نصيب بقى يا حاج، نصيب. انت هتتجوز بجد؟ امال بهزر يا حجوج. هي الحاجات اللي زي دي فيها هزار؟ الله، ده انت مسستم كل حاجه وجاهز بقى. والله يا حج، في حاجات بتيجي لوحدها من غير ما يبقى الواحد بيسعى لها، يعني ربك بيبقى كاتبها وملناش نعترض. انت فكرت كويس، انت هتتجوز اخت الكن. الحق يتقال يا حج، البت غير اخوها، زي ما يكونوا مش طالعين من فرع واحد. ايوه بس دي اخته، بنت امه وابوه. على البركه بقى يا حج وخلاص، واحنا هنفكر ونتكلم كتير. احنا مش عاملين حاجه في سنتنا. خلاص ازاي؟ ده انت هتحط ايدك في ايدي وهيبقى ناسك، ولو قدام شويه فيه عيال الجعر ده هيبقى خالهم. وانا هروح لوحدي وعم سلطان ابو المكارم كبير السوق؟ لا ما ينفعش يا حاج، ده انت هتروح معايا ونطلب ايد البيت عشان رسميات كلام الناس. يعني انت بتقول ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ مراسع ايه؟ عايزناني اروح للواد الجعر دوت في بيته واقعد اتكلم معاه انا، ودي واخد معاه زي زيه؟ يعني ايه يا حاج؟ وانا هروح بطولي كده؟ الله، بلاها الحكايه دي خالص. مين قالك تروح؟ كل واحد يقعد في بيته، ويا دار ما دخلك شر. واطلع صغير قدام الناس دول كلهم اللي سمعوني وبيباركولي، يرضيك ده حج؟ ويرضيك انت انا اطلع صغير قدامهم؟ حجيجة غالي يا ابو كله الا كده يا سعيد يا ابن اخويا. المحلسه المره دي مش هتجيب نتيجه، واذا كنت انا قبل كده اتنازلت عن كلامي، المره دي لا، مش هتنازل عن الكلمه دي بالذات. اني اروح للكن ده في بيته واخليه يعمل راسه براسي؟ هو ده مش ممكن يحصل ابدا. هلا عنتر، خليهم يجهزوا العربيه. هلا
ألف مبروك، ألف مبروك يا معلم كن. الله يبارك فيك، عقبال ولادك. متأكد يا كن إنك مش ضارب بودرة صراصير من اللي بتعمل دماغ خيال؟ طب أنا عامل دماغ؟ أمة لا إله إلا الله اللي كانوا معانا كلهم عاملين دماغي؟ أهو كلهم سمعوه لما قال إنه جاي الليلة وهيطلب إيدها. كان الحاجات دي ما فيهاش هزار. هم جايين الليلة وهتشوفه بنفسك. حقا دي تبقى باضت لك في القفص يا بنت يا نوجة لما تاخدي سعيد أبو المكارم بذات نفسه. البنت مرزقة ما فيش كلام. طب على كده بقى أخويا إحنا محتاجين شوية حاجات عشان لما ييجوا نبقى بقيمتنا قدامهم. حاجات زي إيه؟ شربات، ملبس، وانت كمان كان محتاج لك بدله قيافه كده ولا جلابيه عليها القيمه، واني كمان عايزه لي فستان وجزمه جديده. دي كلها حاجات بسيطه. وهتجيب منين؟ هتصرف. طيب. والله يغيظ بقى انه سابني مع الخوابات ومشي، معرفتش اخد منهم لا حق ولا باطل، لكن شكلهم كان باين عليه انهم مبسوطين وهم ماشيين. والأدهى من كده عايزني أنا أروح أخطب له أخت الكن. أنا أخطب له أخت الولد الهلفون ده. الله، هو سعيد اتجنن ولا إيه؟ أنا عارف، ما أنا قلت له كده برضه. أنا الجنان اللي أقصده إنه فكر إنه يتجوزها، مع إن بقى ما كنتش فاكرة إنه سعيد ممكن يطب بالسهولة دي. يا أخويا قول لي، هو لحق إمتى يحبها ولا يقع فيها؟ هو عامل زي العيل اللي لقى عروسة صغيرة شبط فيه، لقوا بتحجج بالكلمة اللي قالها للكن قدام الناس. لا يا عنيا، تلاقيها هي اللي عرفت تلف عليه وتلف عليه لحد ما بلفتهم. اسألنا أنا على عمايل الستات. والله لو السماء اتربقت على الأرض ما قعدت ببيته ده. هنشوف. يعني خلاص ما الأسف بورسعيد كلها إلا البت دي. ألف مبروك يا نوجة، وحياتي النعمة فرحانة لك زي ما أكون أنا اللي هتجوز. تمام. خايفة أكون بحلم يا نعمة. لو بحلم سيبيني نايمة ما تصحينيش. بتحلمي ده إيه؟ دي حقيقة ونص وثلاث أرباع كمان. أقرصك علشان تصدقي. مش عارفة، قلبي بيدق بالجامد وعمال أسأل نفسي، تفتكري هيجي يا نعمة ولا كان بيقول كده بس عشان يخلصني من ايدين الكن؟ هيجي. الراجل ما يقولش انه هيتجوز الا اذا كان ناويها بجد، وجد الجد كمان. ان شاء الله. امال الكن راح فين؟ راح يتصرف. يتصرف في ايه؟ شوف، اما اقول لك يا سعيد، لو كنت ناوي تتجوز البنت بصحيح لحيمنعك سلطان ولا عشرة زي سلطان. امال كنت بهلفت يا امه؟ هو فضي مجالس وخلاص؟ بل كلمة طلعت من بقي قدام اللمة اللي كانت واقفة تحت البيت دي كلها. قلت هتجوز البيت وهروح اطلبها من اخوها الليلادي. تبقى محلول. انت راجل ومال هدومك، يعني تقدر تروح لوحدك، ما انتش محتاج سلطان ولا غيره عشان يعملوا لك قيمة. هو من جهة اقدر فانا اقدر، ماشي حاجة، لكن يعني شكلها العام مش هيبقى مظبوط. مهما كان عمي ومهما ابويا الله يرحمه لو ما راحش معايا هيبتدوا يلسنوا ويقولوا عمو ما جاش ليه، زمانه مش موافق، يعني لتي والعجن هيزيد، والحوش دول ما بيصدقوا يمسكوا علينا ايتها حاجه. والمثل بيقول ايه يا عزيزه؟ بيقول ايه يا ابن عزيز؟ بيقول اللي ملوش كبير بيعمل ايه؟ بيشتري له كبير. انما افرض بقى حكم دماغه ومرضيش يروح معاك، هتفركش الجوازه يعني؟ لا، وسعيد سيستم اللي يقول كلمة قدام الناس بيرجع فيها، كلمة هي الكلمة لو على رقبتي. طب هتعمل ايه دلوقت؟ الساعة داخلة على 8:30. هعمل ايه يعني؟ هنزل له بعد شوية. اترجاه يجي معايا. بابا اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا بابا. ايوه صحيح، تتجوز نوجة؟ انتوا مش
حابينها وحابين قعدتها معاكم؟ ايوه، لكن ماما. ماما يا ماما هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتتغير. طب مش كنت تاخد عينه الاول؟ الله. ليه؟ هو انا اللي هتجوز ولا انتوا؟ يلا خشوا جوه، خشوا، روح الكمبيوتر بتاعك يا صفوان. يلا يا صفوان، يلا على تعالي خدي الكراس بتاعي. اتكل على الله. يا عشرة ولا حس ولا خبر. الغيب حجته معايا ناجي. لو ما جاش هنتفضح في المنطقة، والكن الكن ممكن يقتلني فيها. سيبك من الكن ده، داير يفرق الملبس على بيت بيت. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، ما هو ده اللي جهزني. يا بنت اتقلي شوية، اركزي، شكلك واقع على الآخر. لو ما اجاش أني هروح فيها. بعد الشر عليك يا حبيبتي، وغلاوتك ليجي وحتشوفي. يا رب أستر يا رب. حيجي. أنا مش عايز أزعلك يا سعيد، بس أنت كمان ما تطلبش مني حاجة أكتر من طاقتي. إيه هي الحاجة اللي أكتر من طاقتك يا حاج؟ وأنا بطلب منك تعدي الكنال عم. أنا كل اللي بطلبه منك إنك تساعدني علشان أتجوز بالحلال. ما قلناش لأ، اتجوز زي ما انت عايز، وانا مستعد اخطب لك اي واحدة من اي بيت فيك يا بورسعيد، بس يكون بيت. اكيد انت فاهم يعني ايه كلمة بيت دي. حس بيا يا حاج، الله يخليك تحس بيا. لو ما تحركناش دلوقتي ورحنا خطبنا، سمعة البت هتتنيل، وانا الناس تقول عليا ايه؟ قولوا عليا عيل ومش قد كلمته. يعني انت خايف على شكلك انت والبت دي قدام الناس، ومش خايف على شكلي يعني وانا رايح بيت الجربوع دي؟ وانا حرضالك قله القيمه يا حاج؟ لا ده انت كده بتغلط فيا. بعدين انا كنت فاكر هتبقى مبسوط، لان دي حكايه شرف وعرض، وما ترضاش اننا نبقى البانه في بق الناس. وانا اللي قلت لك تخليها عندك في البيت المده دي كلها لغايه لما شكلك يبقى وحش قدام الناس؟ انا مش قادر افهم انت ازاي بتفكر بالشكل ده. الله، وازاي تسمح لنفسك انك تخلي البت دي تدخل على اولادك؟ واللي مجنني اكتر امك ازاي توافق على حاجه زي دي؟ طب تلاتة بالله العظيم، انا ما بيتت في البيت ده من ساعه البت دي ما دخلته. ما تتعبش نفسك يا سعيد، وبعدين اذا كنت انت عايز تبهدل نفسك انت حر، لكن تبهدلني بعد الشيبه دي لا، ما اسمحش. ده جزاتي يا حاج ان جيت لك لحد عندك واستسمحتك وطلبتها منك تاني بعد ما كبستني الصبح في الوكاله. كل واحد يتعلق من عرقوبه يا سعيد يا ابن اخويا. وبعدين انت مش شايف يعني ان فرق السن بينكم كتير حبتين؟ بس انا مش اول واحد يا حاج يتجوز اللي اصغر منه بحبتين، ده غير يتجوز اللي اصغر منه بثلاث حبات. عايز تقول ايه يا سعيد؟ لا ولا حاجه يا حاج. ماشي، على كل حال كتر خيرك على وقفتك معايا ده العشم برضه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ريس سعيد، ايه خير؟ عوقته ليه؟ معلش يا كن، معلش، ظروف. ظروف ايه؟ ده احنا مستنيينك دلنا 3 4 ساعات دلوقت. قلنا لك ظروف يا كن، ما ترغيش كتير. يعني هتتاخروا لكم شويه كمان؟ لا مش الليلة دي،
خليها في يوم تاني ان شاء الله. ايه بتقول ايه يا سيستم؟ يخرب بدي حكاية، يعني مش جايين الليلة اصرفها من اني بنك دي؟ قلنا لك ما ترغيش كتير يا كان. خلاص لا ده نرغي ونص وثلاث اربع، يعني كنت بتأكدني الحلاوة، يعني كنت بتلهينه قدام الناس وخلاص. هي الحاجات دي كمان فيها تسكيد يا سعيد؟ يعني لا انا ما كنتش مدي اخوانا، اخرتها تسكى على قفايا انا اللي. سعيد سيستم رد عليها. سعيد يا سعيد شلني. وانت يا خالتي انت اخره عايمه على عمره ولا ايه؟ ما انت عارفه يا قطة سعيد طول عمره اللي بيحركه دماغه. دماغه دي اللي ودتنا كلنا في داهيه. قطة ما يصحش الكلام ده قصاد العيال. عيال ايه وده بايه؟ هو عامل حساب العيال ولا عامل حسابي ولا حساب العشره؟ ده مبروك يا عريس. عملتها يا سعيد؟ عملتها وخدت بتراك مني؟ ايه وهباب ايه يا قطر؟ خلي لسانك بوقك قدام العيال، الكلام ده ملوش فايده. سعيد سعيد انت ممكن تتجوز. الكلام ده مش فايدة يا قطر. هو في ايه يا خالتي؟ علمي علمك يا بنتي. في ايه يا أمه؟ أنا اللي في ايه ولا أنت اللي في ايه؟ أنا كويس مفيش حاجة. تبقى الجوازة باصت. والنبي يا أمه أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده. يبقى سلطان صدها في وشك. في ايه يا أمه؟ أنا بقولك مش عاوز أتكلم في الموضوع ده. خلاص بعدين. براحتك، بس أنا عايز أقولك كلمة قبل ما أخرج. البت نوجة ملهاش ذنب في اللي بيحصل ده. خلاص بقى يا اختي هتموتي نفسك، ربنا مش قاسم، بكره ربنا يبعت لك احسن منه. خلاص بقى. انا ماشي. خلي بالك من احسن تعمل في نفسها حاجه، احنا مش ناقصين.
هو جه ولا ما جاش؟ باين انه ما جاش. هو ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت، مفيش. كل واحد يروح ويقفل عليه باب بيته. يلا المولد اتفضل. نمان يلا يلا ياخد يلا ولا انا يا راجل يلا. يخرب بيت حكايه. يعني هو هيتجوزها ليه؟ اهي قعدت عنده في البيت قدلها كم يوم. الله اعلم بالنوايا، ما يمكن حصلت ظروف يا جدعان. اه ولاحظ كلام عشان ربنا يكشفه قدام السوق كله، ناس لا عندها شرف ولا كلمه. زمان القن هيموت من الغير، يفرقع ولا يموت، واحد زي ده المفروض يدفن نفسه بالحياه بعد اللي حصل. يا اخوانا ايه اللي عرضه شرف الناس؟ ربنا يكفينا ويكفيك شر الفضيحه يا اخوانا. امين. امين يا رب. صباح الورده. صباح الخير يا عم الحاج. صباح النور. اهلا وسهلا. كل حقكم. اهلا بيك. ايه سعيد ما جاش ليه؟ والله غريبه يا حاج، وقلقانين عليه، عمالين نتصل بيه قافل موبايله. طب يلا روح انت شوف الراجل اتاخر ليه. اجري. حاضر من عينيا يا حاج. خد يا درويش. امر يا حاج. خد المفاتيح وافتح الوكاله. هاني يا حاج. يلا هاني. بس كده بالي الحاج سلطان هو اللي وقف في الموضوع زي العقدة في المنشار. انت باين عليك اهطل يا عربي يا جدع. انت بتخش عليك الافلام دي. افلام ايه؟ الله يا جدع. بقول لك ايه، خليك في الفول والطعميه بتاع الكل كل كل بتقلب. قصدي اقول لك ان هم عاملين الافلام دي قال يعني هم متخانقين عشان وكونا اوانطة، وهم اصلا مظبطينها مع بعض. يا قوة الله، دول طلعوا دماغ عالية قوي يا جدعان. امال ايه يا عرب، انت فاكر ايه؟ صباح الخير يا حاج. صباح النور. هو الرئيس سعيد ما جاش ليه النهارده؟ بتسأل ليه يالا؟ ابدا يعني، انا قلت اطمن عليه يعني. لا اطمن، سعيد بخير ان شاء الله، بس راح مشوار شغل وهيرجع تاني. انا برضه قلت كده يا حاج. متشكرين قوي. بالاذن. يلا سلام عليكم. ما هو لو كانوا راحوا خطبوها كنا عرفنا. انا ما شفتوش نزل من ليله امبارح، وكان راجع مش لاقي روحه، يبقى اكيد ما حصلش. واحنا يهمنا ايه بس حصل ولا ما حصلش؟ انا صباح الخير يا جاري، انا في حالي وانت في حالك. شفتي بقى يا اما، يبقى انا كان عندي حق في اللي عملته. اهي كده بقى البت غارت عنهم وبعدت عن العيال وابوهم. عارفه ايه اللي انا مش مصدقاه يا قطم؟ يا أم، انك قلعتي برقع الحياه وبقى وشك مكشوف للدرجات دي. انت ايه، ما بتتكسفيش ليه؟ هتكسف من ايه يا أم؟ انا محدش يعرف يقف قصادي، وكمان ما اقدرش اعديها بالساهل. طب اما نشوف يا قطه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. استعنى عشاء بالله. ايه ده، انت رايح تسرح تاني في الشارع ولا ايه يا عزام؟ هعمل ايه بس يا اما، ارميني في البحر والدنيا حظ، هعمل ايه يعني؟ طب خلي بالك بس من البوليس لا يقفشها. ما خلاص بقينا سوابق وجدتنا نحست. طب يا حبيبي انت فطرت؟ لا مش شكرين، ماليش نفس. سلامة يا اما. عجب كده، سديت نفسنا كلنا عن الدنيا. ايه عنطورة؟ اهلا ابو العزايم. انت فين يا جدع انت؟ انت عامل ايه؟ او نقلب عيشنا في الدنيا. ربنا معاك. ايه انت رايح فين؟ طالع للرئيس سعيد اشوفه، اصله ما جاش النهارده والحاج سلطان بعتنا اطمن عليه. ليه؟ هما متشكلين ولا ايه؟ مصارين البطن بتتعارك ابو العزايم. شوف انت رايح فين؟ روح شوف مصلحتك.
هون يا عمطورة. ماشي يا عمطورة. ماشي يا عمطورة. شوف مصلحتك ايه، شوف مصلحتك ايه. ايه يقول لك شوف مصلحتك اهو جوه يا ابني. ام المجاس ليه؟ ده الحاج بعتنا استفسر عليه مخصوص. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. ما تاخذنيش يعني، اصله منبه عليا ما حدش يخش له الاوضه ولا حتى يخبط على الباب. اهم حاجه بس يكون بخير باذن الله. طب انا هرجع اطمن الحاج. اسمع ما اقول لك. ايوه يا ست ام سعيد. قول له عزيزه بتقول لك عيب كده.